السلام عليكم، مع الراوية بسمة فرحات. غنحكي لكم واحد القصة من الواقع المغربي، غادي نحكيها بصوتي، كنتمنى انها تعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة لكتو مشاهدين جداد، وديروا لايك للفيديو، وتخليوا لي رايكم في تعليق، مشكورين بطبيعة الحال. قبل ما نبدا سرد القصة، كنبغي نقول لكم بلا القصة فيها تغييرات بالنسبة للقصة الحقيقية، تغييرات ربما كتخص المواقع أو المدن أو السن أو الأعمار، يعني معلومات اللي هي مختلفة. في عمري دابا 45 سنة، غنبدا لكم الأحداث ديال القصة ملي كنت بقى طفلة صغيرة. كنت بقى صغيرة وتوفات الوالدة ديالي ربما في عمر 4 سنوات. ديك الساعة فاش توفات كانت مسكينة، مرضات جها سرطان الرحم، وديك الساعة في ديك الوقت حنايا عايشين في العروبية، وهي رفضت انها تعالج في المستشفى لان كنا حنا باقيين وليداتها صغار، وكنت انا صغيرة وكاين صغر مني واحد خويا حتى هو اللي هو صغر مني في السن، كانوا خوتي اللي هما كبار. هي رفضت انها تمشي تعالج لانها كانت خايفة، وكان عندها امل انها ربما تعالج بطريقه اللي هي طبيعيه وبالادويه اللي هي طبيعيه، يعني هذاك العلاج الطبيعي اللي كانوا كيديروه الناس ديال العربيه كان عندها امل انها تعالج فيه. ولكن مع الاسف توفات فهاديك السن، ما كنعقلش عليها مزيان، حتى الصوره ديالها واحد الصوره اللي هي متدبدبه، يعني ما كنقدرش نجمع الصوره حتى ديال وجهها في العينين ديالي اللي غمضتهم. فهاديك الوقت ما وعيتش مزيان لاشنو وقع، ما كنتش فاهمه، كنت كنشوفهم كيبكي، وكنشوف الدار عمرات، كنشوف كانت جداتي ديك الساعه باقا حيه، الام ديال الاب ديالي، والبكا وكيشدوني الناس كيعنقوني هكا وكيقولوا هذيك الكلمه، بقيت عاقله على هذه المسكينه مسكينه. انا فرحانه، انا فرحانه لان الناس مجموعين، وكنشوف العائله كاملين مجموعين، وكاين الدراري الصغار بزاف كنلعب معاهم. ديك الوقت فرحانه، ما عارفاش اشنو وقع، ما مستوعباش بالله. وقعت واحد الكارثه، ايوا كانت عندي اختي كبيره كبرى مني، تزوجات، هي الاخت الكبرى ديالي، كانت مزوجه ومزوجه بعيده بزاف. وكانت عندي واحد اختي واحده اخرى اللي هي كبرى مني تقريبا واحد 4 سنين، كانت كبرى مني. وكان عندي خويا واحد اخر اللي هو كبير اللي كان مزوج في الخارج، وعندي خويا واحد اخر اللي هو معانا اللي هو الصغير، يعني بقينا حنا اللي كنا ثلاثه بينا اللي باقي صغار في الدار. صافي دازت واحد المده، واحد المدة صافي تفرقات ديك الشقة، بقات معانا اختي اللي مزوجة واحد الوقت، كانت بقات معانا واحد المدة يعني يمكن شي شهرين وهي معانا في الدار. بقات جداتي هي اللي مقابلة، على جداتي كانت مرا كبيرة ديك الساعة مريضة، كانت مريضة بالقلب، هي اللي كدير الشغل ديال الدار كاملين. الوالد ديالي ما كيكونش دائما في الدار، دائما مسافر، كيبيع ويشري، كيمشي كيجي، وحنا صغار كنلعبوا. انا ما عرفتش شنو واقع حتى كبرت عاد عرفت، حتى تزوج الوالد وجاب مراته للدار عاد بديت كنفهم شنو واقع. بالله رمي مبقاتش غتجي، بديت كنفهم ان جات مرا اخرى ولات هي مولات الدار. ملي بدات كتعامل معايا هذاك التعامل الخايب عاد بديت كنفهم وبديت كنستوعب. هذيك المراه اللي جات كانت واحد المراه اللي فايت لها مزوجه ومطلقه، واختاروها لي العائله ديالو على اساس انها مرا ما كتولدش، انها كانت مزوجه مع شحال من عام مزوجه وعمرها ما ولدات، وداك الشيء علاش طلقها راجلها. اختاروا لي عائلته مرا اللي ما كتولدش، علاش؟ زعما باش ترعانا وهذا، وزعما غيكونوا عزيز عليها الوليدات الصغار لانها ما كتولدش، وجابوها عند وليدات اللي هما يتامى باقيين صغار باش تروف عليهم وتكون بيهم وتكون هي الام الثانيه ديالهم عوض الام ديالهم اللي توفات. ولكن مع الاسف هذاك الشيء كامل كان غير هضره، كان غير احلام. دخلت المدرسه في واحد القيصه اللي هي حتى الابتدائي عاد دخلت، ما كانش عندنا فين كنقراو، كان غير المسيد قريب كنمشيو نقراو باللوحه، كيعلمونا القران ونحاولوا نكتبوه، يعني ما كانش واحد القرايه اللي هي مفيده لنا في هذيك الوقت. صافي لان اختي صافي مزوجه مشات لدارها، بقيت كنت كنمشي عندها مره كديني عندها، عاود كيجيبوني لدارنا. المهم حياتي كانت في هذيك الدار في العربيه، هي حياتي الأساسية. ملي دخلت المدرسة كانوا خوتي اللي كبر مني فايت لهم داخلين، كانوا كيشدوني من يدي وكيديوني معاهم وكيجيبوني. أنا بقى صغيرة ديك الساعة، الطريق طويلة، بقى عاقلة ديك الطريق كان طويلة بزاف، كانت معاناة. ملي كنا كنمشيو المدرسة بلا فطور، دائما كنمشيو بلا فطور، عاقلة عليها، كندي معايا طرف ديال الخبز حرفي
كنديرو في ديك الشكاره اللي كانت عندي باقا على عقل على ديك الشكارات القدام، كنخشي في ديك الشكاره الطرف ديال الخبز حرفي. ملي كيجيني الجوع كنجبدو كنعظم له شويه كيكون كرم هذاك الخبز. عاود ملي كنرجعوه غالبا ما كنلقاوش الغدا، غالبا كنلقاو شي حاجه اللي هي بسيطه. هذا الشيء ملي توفات جداتي اللي هي الام ديال الوالد ديالي الله يرحمها، ملي كانت حيه كان الوضع مختلف بزاف. كانت واحد المره اللي هي قويه كانت مهليه فينا، مع الاسف توفات هي سنوات قليله من بعد الام ديالي. هذيك الوقيته عاد عرفنا شنو هو اليتم الحقيقي، عاد عرفنا شنو المعنى ديالو. واخا كاينه مره في الدار راه بحالنا حنا ما كنعنيوهاش، ما كتهتمش بينا. الا ما شداتنيش اختي هكا اللي كبر مني مسكينه وتمشط ليا شعري، ما كاينش اللي مشط ليا شعري. الا ما شدات حوايجي وصبناتهم ما كاينش اللي يصبنهم ليا، هي اللي كانت كتصبن لينا حوايجي انا وحوايج خويا مسكين فديك السن بدا كيتعلم حتى هو يعتمد على راسو ولا كيصبن حوايجو بايدو، لان كيبقاو الحوايج كيتوسخوا حتى ما كنلقاوش ما نلبسو. حتى دوك الحوايج الداخليين ما كنلقاوش باش نبدلو، لما صبناهمش حنايا في هذاك لاج ما كنلقاوش باش نبدلو. هذيك سينا ما كانش في قلبها الرحمه نهائيا، ما كانش مهتمه بينا، يعني اهتمام اللي هو شخصي. الوالد ما كيكونش دائما مسافر، قليل الى جا في اخر ديال الاسبوع. المهم حنا معتانين بنفسنا، ملي كنجيو في وقت الغداء قليل فين كنلقاو ما ناكلو. شحال من مره ما كنلقاوش الغداء، ما كيكونش واجد، واش كطيب ليها وتاكل ولا ما كطيبش الله اعلم. ايوا من بعد واحد المده حنايا بدينا كنكبروا، عرفنا اننا خصنا نعتمدوا على نفوسنا. كنا كننعسوا كنفرشوا فراشنا حدا بعضياتنا وكننعسوا كنتمخشوا بعضياتنا، كل واحد كيبغي ياخذ داك الحنان اللي ناقصو اللي ما كاينش من خوه ولا من اختو. ما لقيناش الام اللي غتحنن علينا، واللي ما كاينش شي حد نهائيا لا حنين لا رحيم. يعني والاب ديالي راه ما كانش محتاج ماديا، يعني راه كان عنده الفلوس كان عنده الخير، يعني راه داكشي اللي كيجيبو راه يوكل دوار على قدو. ولكن كانت هي صقراه ما كتخزن ليها وكتخبي وما كتبينش لنا داكشي. قليل طيبت شي مرقه ولا هذا وجلستنا حداها وكلينا معاها، قليل ولا خلات لينا من شي حاجه. وهذاك الوضع غيتزاد اكثر واكثر ملي المراه العاقله غادي تولد. تخيلوا كانت وفات واحد السيده من العائله ديك الوقت، ولانها كانت جات واحد الوقت جلست عندنا في الدار وتوفات عندنا. الاقدار شاءت ان هذيك السيده توفات عندنا في الدار، وكانوا كيغسلوا في هذيك الوقت. كان الغسل اللي كيتغسل الميت وكيتكفن كان كيتخيط ليه الكفن، كانوا كيخيطوا الكفن. وهذيك السيده اللي كيغسلوا فيها وكيكفنوا فيها، دوك الناس اللي كانوا وحده فيهم يتصدق قالت لهم ان ناخذوا البنات الكفن ونشوفوا زعما على مرات با الا كان عندها شي ثقاف ولا هذا على الولاد نحلوه ليها. كانوا ديك الوقت كياخذوا هذيك البرا ديال الكفن وكيشدوا هكا وكي بحال كيدوزوها على العنق وعلى الكساف ديال السيده اللي عندها الثقاف، وكيقولوا كتحل الثقاف. يعني هذا كانت واحد الفكره اللي عندهم. فعلا نات هذيك السيده اللي كفنات وجات عندها وقالت لها الا كان عندك ثقافه نحلوه لك، دابا ندي فيك الاجر. خلات هذيك البرا ديال الكفن دوزت لها كانت على كتافها بين كتافها وهكا وراها في عنقها وصافي دازت الامور. فعلا فداك العام غادي تحمل مرتبة وغادي تولد. ملي غادي تولد غادي يولي واحد الامر اخر. تخيل واحد السيده عاقره وكتولد صافي راه مابقاتش كتعرفنا نهائيا، ولات عندها بحال عندها واحد الحب اللي هو هيستيري لهذاك الولد اللي ولداته صافي. ومن ديك الساعه بدات كسر وكسر. حنا ولينا حنا انا ولا اختي خصنا نهتمو بهذاك التربيه الجديد. حنا كنا فرحانين به، راه زاد عندنا خونا شويه زاد سختنا شويه زاد سختنا وحده اخرى، بقات غير كتولد غير كتولد ما حدها هي كتولد وصافي، وهي كتبعد علينا وهي ما مهتماش بينا وصافي. وكيدوز الوقت بحال هكا ولينا حنايا اللي مهتمين بالشغل ديال الدار، حنا اللي كنصبنوا حوايجنا لينا حنا وحوايج الوليدات الاخرين صغار خوتنا من بانا، حنا اللي كنصبنوا لهم. اختي الكبيره ولات هي اللي كطيب، هي اللي كتعجن الخبز، كانت خرجات من القرايه بقيت انا كنقرا.
بعدا ملي بدات كتكبر اختي بعدا كان واحد شويه ديال المتنفس، لانها كانت كطيب كتخلي ليا كنقدروا اننا ناكلو، ولات كتصب الحوايج لخويا كتهتم به بالامور ديالو الشخصيه. لقينا فيها بحال عوضتنا على الام ديالنا، وهي بنفسها كانت محتاجه الام اللي تعتني بها. وكيدوز الوقت هكاك، وانا ما نسمحش ليها، يعني ملي كنتفكر هذاك الشيء اللي دار ليا وداك الشيء اللي دارته ليا، داك الاهمال وداك داك التفريقه في المعامله، كيفاش كانت كتعامل مع ولادها، كيفاش كانت كتعامل معانا، وشحال من حاجه وحاجه شفتها بعينيا. كنت كنبكي الدم، كان بس كنبكي، كنشوف داك التعامل كنبكي، كنشوف رمي ما كايناش كنبكي، يعني شحال من حاجه وحاجه عشتها وتألمت فيها بزاف. كنشوف كيفاش الصابون كيتجمع لينا الصابون ديال الصبانه كامله باش نصبنو انا واختي، الصابون ديالنا ديال حوايجنا حنا وحوايجها وحوايج ولادها حنا اللي كنصبنوه. كنشوف كيفاش انا الدار ما خملناهاش حنايا فداك السن وصغار، ما كتخملش الا ما شطبناش الدار ما كتشطبش، الا ما غسلناش الماعن ما كيتغسلوش. كنجيو من المدرسه انا وخويا كنت مجهين مشادين، كنلقاو اختي مسكينه غارقه في الشغال، كنلقاو الكوزينه غارقه في الماعن، كطيب ليها ولولادها وكتخلي كل شيء، حنا اللي خصنا نحيدو هذاك الشيء كامل. ولينا بحال الخدامه في دارنا، ولينا حنايا بحال جات باش نخدموا عليها هي وعلى ولادها. كانوا عزاز عليا ولادها لانهم خوتي، ولكن هي خلاتني حقدت بزاف، حقدت بزاف لدرجه اني ملي كنتفكر هذاك الشيء كنقول ما نسمحش ليها، ما نسمحش ليها على داك الشيء اللي دوزاتو عليا واللي دوزاتو على خوتي. ايوا، وغتزوج اختي، اختي زوجوها في واحد السن اللي هي صغيره بزاف. ملي كنشوف اختي غاده فاش تزوجات وكانت غاده، كنحس بحال الظهر ديالي تهرس، هرساتني بزاف ملي مشات، لانها كانت هي الوانيس ديالي، وهي اللي كتدافع عليا، وهي اللي كتحميني، بقيت انا وخويا بوحدنا صافي. يعني ما عرفتش كيفاش غادي نشرح لكم هذاك الشيء، ربما تفهموني وربما لا. بقينا بحال الغرباء في دارنا انا وخويا، اختي تزوجات ومشات وسكنات بعيده. زوجها في ديك الوقت كانت باقا صغيره وما كانتش باغا تزوج، ولكن تفرض عليها داك الزواج، ومرت با هي اللي بقات كتضغط على الوالد باش وافق، ما كانش باغي في الاول، وحتى حققات هذاك المراد ديالها وصيفطاتها. ديك الوقيته كتبقيت لا انا باغا تهنى مني، حتى انا ما كرهتش، ما عرفتش شنو دير ليا، كنقراها في عينيها كنشوفها في عينيها، واخا حنايا ما دايرين لها والو، حنا راه حتى الهضره كنا كنخافوا نهضروا بس ما نسمعوش شي كلمه اللي هي خايبه ولا اللي هي قاصحه منا. خويا حتى هو كان درويش، كان باغي غير يقرا ديك الوقت، كيفكر غير في القرايه ديالو، واخا ديك الصعوبات اللي عاشها وديك الظروف الخايبه وهذا، بقى كيقاوم وكيقاوم، يعني ما تخيلوش اشنو داز عليه. يعني دري ملي كيجي خصو يصبن حوايجو، بعض المرات كيجي ما يلقاش الغدا، كيلقى الكوكوت كتصفر، كنجيو من المدرسه كنلقاو الكوكوت تغسلات، كنلقاوهم راهم تغداو بكري وتغسلات كوكوت وتحيدات، كنلقاوش من ناكلو، كنلقاو بعض المرات غير الخبز اللي كارم باش كناكلوه. ملي كيجي با عادة كتبان الماكله وعادة كتقاد الطبله، مادام كاينين غير حنايا يعني راه المعاناه شديده. ايوا، بقيت هكاك حتى وصلت للرابعه اعداد. وكان ملي كيجي الصيف صراحه كنا كنجمعو، كانوا كيجيو خوتي كلهم كنا كنجمعو في الدار، وكان ديك الساعه كدوز اوقات اللي هي زوينه، لاننا ملي كنجمعو صافي راه كيتبدل الوضع، كيجيو خواتاتي اللي مزوجات وكيجيو مقدين وكيجيو، ملي كيجيو صافي الحياه في الدار كتبدل، وكنتجمعو وكنضحكو شويه. ديك الساعه دا كنعرف شنو هو الضحك والمعنى ديال الضحك. وملي كنت كنمشي حتى عند خواتاتي، كنمشي عندهم بعض المرات، مثلا هكا في العطله الصيفيه كنت كنمشي عند اختي اللي ساكنه بعيده الكبيره، كنت كنمشي عند اختي الاخرى حتى هي، كندوز عندهم واحد المده، ولكن مسيري والمصير ديالي كنرجع للدار عاوتاني، وكنعيش نفس الاحداث نفس الوقائع. انا هي هذيك البنت المحقوره اللي توفات امها وخلاتها في الدار، بقات غير هي وخوها. خويا كان دري، كان راجل، كان كيخرج كيجلس، كان في ديك الوقت كيقرا وكيخدم، كيخدم في الفلاحه عند الناس، ما كيخلي ما يدير، كيبغي غير يبدل هذاك الجو، كيبغي كيعتمد على نفسه باش كيجيب الريال من عرك كتافه باش كيعاون به على القرايه، وما كيتسناش شي حد اللي يعطيه ولا شي حد اللي يمد ليه، دائما كان معتمد على راسو. ايوا، انا كبروا في هذاك الضعف، كنت شخصيتي ضعيفه بزاف وكنت كنخاف وما عرفتش كيفاش كاع كنت. في هذيك السن الرابعه ملي نجحت في رابعه اعدادي، جاء واحد العريس تقدم ليا،
انا ما كانش عندي فكره ديال الزواج نهائيا. هذاك العريس شافني ملي كنت كنمشي وكنرجع هكا المدرسه، كان مراقبني وكيشوفني. هو العريس انا قبل ما نشوفه انا رفضته، رافضة نهائيا فكره الزواج. ما عنديش فكره الزواج، كنت باغا نقرا، كنت باغا نحقق شي حاجه اللي هي زوينه في حياتي، ولكن مع الاسف ما خلاونيش. كيما دارت لختي وضغطت على بابا باش وافق، نفس الشيء وقع ليا. ما خليت، ما درت، ما خليت، على من بكيت، على من تشكيت، حد مقدر انه يواجه هذاك الحقد ديالها وهذاك البغض ديالها الدفين. كنت زوينه بزاف، ما بغاش يتفرق هذاك السيد. راه انا بنفسي قلت ليه شوف راه انا ما بغاش نتزوج بك. بديك عطاني الله واحد القوه واحد القدره، خرجت عنده وقلتها ليه. وكيجي كل مره كيسمع جايب عائلته جايين، وكنخرج وكنقول ليه ما باغاش نتزوج بك سيدي، انا ماشي ديال الزواج، انا باقي صغيره والو. بقى كيمشي وكيجي، يعني ما بغاش يفرقني عليك. كان سبحان الله كان عندي واحد الزين اللي هو طبيعي اللي مختلف بزاف. كان شعري طويل ورطاب، وخا كنت كندير غير الضفره لشعري، ولكن واحد الجمال سبحان الله سبحان الخالق. صافي بقى لاصق عليا هكاك حتى قنع با، يعني بكاع الطرق. هو ربما كان عريس ما كيتعبش ديك الوقيته، ولكن بالنسبه لي انا في هذيك الظروف وانا ما باغاش نتزوج، بغا نكمل قرايتي، جاتني شي حاجه اللي هي صعيبه. صافي بقيت ساعه كنبكي، بقيت عاطي على البكا، ومع ذلك تخطبت وتزوج بزز مني. بلا ما نعاود نحكي لكم القصه ديال الزواج، راه قصه اخرى حتى هي خذات تنزل بوحدها. ولكن بالرغم هذيك الوقت انا مبغيتش نتزوج، وتزوجت بزز مني، ومشيت لواحد المدينه اخرى اللي هي غريبه عليا، وسط ناس جداد، وسط ظروف جداد، ولقيت راسي بالزربه اني وليت ام وتفرض عليا واحد الواقع. بالرغم هذاك الشيء كامل دابا ملي كنتفكر كنقول الحمد لله، الحمد لله انا ما نسمحش للمراه تبع على داك الشيء اللي دارته ليا واللي دوزاتو عليا. هذاك الشيء هي ما غتبغيش لبناتها ولا لولادها، وما غتمناش ليهم. يعني كان واحد التفريقه بزاف التعامل. دابا انا الحمد لله تزوجت ولدت. في الاول ما كنتش باغا وكلشي، ولكن مع مرور الوقت صافي كتلقى نفسك قدام الامر الواقع، كيتفرض عليك شي حوايج اللي من بعد كتبدا صافي كترضى بهم، وكترضى بالامر ديال الله وبالحكم ديال الله. الحمد لله وليداتي حدايا وراجلي حدايا، كيتعامل معايا مزيان، وبيناتنا واحد تفاهم دابا حاليا، لان مع العشره ومع الوقت صافي تفاهمت انا وياه الحمد لله على كل حال. ولكن ما كيتنساش لي هذاك الشيء اللي عشته، الظروف القاسيه اللي عشتها من ورا ما تيتمت. هذه هي القصه ديالي، عاودتها لكم. اش غادي نقول لكم؟ اللي عاش شي ظروف بحالي هكايا، كنتمنى ان ربي يقدرها على انها تنساها، لانها صعيبه بزاف انها تنسى، كتبقى في الذاكره. واللي عنده ميمتو اللي مراعياه ورد عليه البال وكتدير معاه الواجب ديالها، خصو يفرح ويحمد الله ويشكره، لان ملي كتيتم الام شي حاجه اخرى وشي حاجه اللي هي واعره وصعيبه بزاف، خصوصا الى جات زوجة الاب.